يا أهلا فيكم من جديد. أكد المشاركون في ملتقى المسؤولية الاجتماعية ومنظمات الأعمال التكامل والشراكة والذي استضافته كليات الشرق العربي في الرياض، أكد أن ضعف الالتزام بيحجم برامج المسؤولية الاجتماعية المقدمة من قبل القطاع الخاص. نتابع هذا التقرير، بعد ذلك نعود للنقاش حول هذا الموضوع. يعاني المجتمع السعودي بشكل عام من غياب مفهوم واضح ومحدد للمسؤولية الاجتماعية، مما يصعب الحكم على مدى كفاءة وفعالية برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقوم مؤسسات القطاع الخاص بتنفيذها. الحقيقة هو لا يوجد أي دور رقابي الحقيقة ولا أي منظمة في المملكة العربية السعودية بتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، ولكن ما نأمله احنا من جميع الشركات هو المبادرة من قبلهم. الحقيقة هي لم تكن إلزاميا في يوم من الأيام، وقد تكون بعض الشركات هي تفعل دور المسؤولية الاجتماعية ولكن بعيدة عن الإعلام. ما نتمنى من الشركات جميعا إن وجد أي دور للمسؤولية الاجتماعية أن يظهر الإعلام كذلك لمساهمته ومبادرته والحذو في حذوهم كذلك من الشركات الأخرى. القطاع الخاص السعودي دخل متأخر شوية في هذه المرحلة، هو ابتدى دلوقتي يهتموا به. الحكومة بتلعب دور هنا جامد، إن هي خصوصا في اللي موجود حاليا بالنسبة لي بعض المشاكل الاقتصادية وخلافه، فابتدوا الحكومة ابتدت تلعب دور إيجابي فعلا إن هي تقفل الفجوة ما بين القطاع الخاص والمطالب أو الاحتياجات الموجودة في المجتمع. وتتباين وجهات النظر حول مدى فعالية برامج المسؤولية الاجتماعية في المملكة وتحقيقها لأهدافها التنموية والاجتماعية على حد سواء، بالإضافة إلى الدور الهام للإعلام في ذلك. وسائل الإعلام مهمة جدا، التعليمية وسائل التعليمية مهمة جدا، الجامعات لازم تعمل مقرر عن المسؤولية الاجتماعية، يعني لازم تلعب دور هنا إن يتعرف الراجل العادي إن العهد الاقتصادي هيجي فيه قدام لو القطاع الخاص لعب دور إيجابي. ويرى الخبراء والمحللون أن تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية يتطلب إيجاد مرجعية تنظيمية لجهود المسؤولية الاجتماعية للإشراف على تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية إلى جانب قياس أثرها المجتمعي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو الأكاديمي المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية الدكتور بندر الحارثي، كذلك ينضم معنا الأكاديمي والباحث في المسؤولية الاجتماعية الدكتور مشهور العمري. حياكم الله معنا جميعا، شرفتونا في برنامجي هذا. دكتور بندر، أبدأ معك يعني على العنوان اللي يمكن طلعتوا فيه من هذه الندوة اللي عقدتموها في كلية الشرق، أنه ضعف الالتزام يحجم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص. ما المقصود بضعف الالتزام؟ ضعف الالتزام أنه تقدم شيء للمجتمع، تقدم برامج تتواكب يعني مع احتياجات مجتمعنا ولا إيش؟ جميل. حقيقة ما طرح في الملتقى كنا أمام جهتين، التزام وأيضا إلزام. والالتزام هو كيف حقيقة أن الشركات تلتزم بشيء من داخلها بدون أن يكون هنالك شيء خارجي يحثها أو يلزمها تجاه المسؤولية الاجتماعية. حقيقة لازلنا في القطاع الخاص، لازلنا في طور المبادرات، بمعنى بين الفينة والأخرى نسمع أن هنالك مبادرات غير مدروسة، غير مدرجة في استراتيجية المنظمة، غير مدرجة في رؤيتها، وبالتالي لا يكون هنالك شيء واضح في موضوع المسؤولية الاجتماعية في الشركات. كان الطرح حقيقة هل نصل لمرحلة الإلزام؟ وليس الالتزام. جلسنا حقيقة فترة من الوقت نقول نحث الشركات حقيقة أن تبادر وأن تلتزم، ولكن هذه الفترة حقيقة ذهبت وأصبح هنالك طرح الآن حقيقة أنه والله يكون هنالك إلزام للشركات، ولن ننتقل حقيقة من مرحلة المبادرات إلى مرحلة العملية، لأن حقيقة مراحل المسؤولية الاجتماعية بشكل عام هي ثلاثة مراحل: مرحلة مبادرة، ثم مرحلة عملية، ثم مرحلة استجابة. ما نقوم به وما تقوم به شركات في القطاع الخاص هو عبارة عن مرحلة المبادرة. لن ننتقل من مرحلة المبادرة المرحلة الأولى
للمرحلة الأخرى وهي مرحلة العملية، ما وإن لم يكن هنالك قانون وتشريع ونظام واضح يحث ويلزم، وليس يحث، يلزم الشركة على أن تقوم بدورها الأساسي في برامج المسؤولية الاجتماعية. طيب دكتور مشهور، يعني هل أنت معنا أن ننتقل لمرحلة الإلزام؟ يعني بدليل أن هناك يعني في برامج، في اجتهادات من بعض يعني منظمات الأعمال، يعني في قطاع الأعمال بشكل عام، البنوك ولا غيرها من شركات التصنيع وغيرها، لكن هل هذه تتواكب مع احتياج المجتمع، أو ما هو مؤمل منها، أو ما تجنيه هي من أرباح يعني هائلة مقابل ما تقدمه للمجتمع؟ شوف يا خالد، وظيفة المسؤولية الاجتماعية زي ما ذكر في التقرير أنها وجدت طريق لها في كليات إدارة الأعمال في العالم. وش معناته؟ معناته أنه فعلا هي وظيفة أساسية، صارت زيها زي وظيفة التسويق، المالية، الموارد البشرية، التوريد، العمليات، هذه الوظائف الأساسية في إدارة الأعمال. وإلا حنا في إدارة الأعمال وكليات إدارة الأعمال وبرامج إدارة الأعمال حنا ندرس وظائف المنظمة، منظمات الأعمال، بالإضافة إلى المهارات اللي يحتاجها الموظفين والمدراء. فلولا أنها فعلا أصبحت يعني وظيفة مهمة مطلوبة من شركات الأعمال لما وجدت طريقة زي ما قلت لك. بالنسبة إلى مدى مساهمة القطاع الخاص، وهل فعلا لسه احنا الآن لسه الثقافة عندنا أنه ما هم يعني زي ما هم حاسين أنها وظيفة، صارت زيها زي أي وظيفة أخرى مهمة وأساسية من منظمات إيش الشركات أو منظمات الأعمال. عشان كذا لا زالت ترى دون المستوى، لا زالت قاصرة. ولو وش المسؤولية الاجتماعية؟ هي حوكمة الاهتمام بالبيئة، الاهتمام بالعاملين، عاملين الشركة، صحتهم، سلامتهم، نظام أجور وحوافز، نظام جذب مواهب، العدالة بينهم، هذه العاملين، البيئة زي ما قلنا، برضو الموردين، سلسلة التوريد اللي تتعامل معها، المنتجات اللي تستخدمها، هل هي محافظة على البيئة ولا تضر البيئة، الانبعاثات، وهكذا. يعني هي زي ما قلت لك صارت وظيفة مهمة، لكن هنا في ثقافتنا لسه قطاع الأعمال عندنا أو القطاع الخاص لسه ما أدرك يعني أنت تشوف العمل اللي قاعد يصير اجتهادات، اجتهادات، ما صارت وظيفة يعني فعلا، هي تطوعية لكنها أساسية، ولا ما صار عمل مؤسسي يعني. لا لا ما صار مؤسسي، مؤسسي مفترض أن تكون في الرؤية والرسالة والخطة الاستراتيجية لأي شركة، الآن ما هي موجودة. طيب احنا مكملين الحوار، بس هذنكم بفاصل قصير جدا، بعد ذلك نعود لكم الحوار. طفلك محبوب، محبوب بطرق شتى، والآن هنالك طريقة جديدة تشعره بالحب عندما تغمرينه بحماية 5 نجوم من الجيل الجديد من بامبرز عناية مميزة، الحفاض الأول والوحيد بقنوات امتصاص جديدة توزع البلل بالتساوي، والآن بسطح داخلي ناعم كالحرير، وهكذا كل ما تشعر به بشرته هو الحب. بامبرز عناية مميزة الجديد يتمنى لكم كل الحب والنوم واللعب. طيب الدكتور بندر، يعني هل أنت مع أن يكون في عندنا قوانين وأنظمة تشرع للمسؤولية الاجتماعية، تنظمها بشكل أكبر في القطاع الخاص؟ كان في لوم كبير للقطاع الخاص، وأعطيك مثال بس حتى نوضح الصورة. مثلا يعني جنودنا البواسل اللي على الحد الجنوبي كان الكثير يعني يترقب يكون في دور لكثير من الجهات والشركات الكبيرة في المسؤولية الاجتماعية، ويمكن ناس لاموا البنوك على وجه التحديد أكثر. صحيح. الحديث أنه أنت مع سن قوانين وتشريعات تنظم يعني ترتب موضوع العمل المسؤولية الاجتماعية، وتلزم كذلك بعض الشركات الكبيرة حسب وضعها مثلا اللي يعني تربح أرباح مهولة لكن ما تسوي شيء للمجتمع. جميل. حقيقة لنكون يعني صادقين وواضحين مع أنفسنا في هذا الموضوع، المسؤولية الاجتماعية جلست فترة ما يقارب من بدايتها يمكن من أواخر التسعينات 98 حتى 2006، وهي تأخذ مجراها الإعلامي القوي
جميل، وهنالك يعني الصحف والقنوات التلفزيونية قامت بدور حقيقة في هذا الموضوع، ولكن مع الأسف الشركات لم تلتزم في موضوع بناء برامج وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية. نحن في الملتقى انقسمنا إلى طرفين، طرف يرى أنها يجب أن يكون هنالك إلزام للشركات، وطرف آخر يرى أن لازلنا نريد أن نحث الشركات على الالتزام. أنا شخصيا مع التوجه اللي والله يجب أن يكون هنالك إلزام للشركات. لماذا؟ لأننا إذا ذهبنا أيضا للعالم الأول أو العالم المتقدم نجد أنه والله مروا بهذه المراحل، اللي مرحلة البداية ثم مرحلة عملية ثم مرحلة استجابة، والمرحلة العملية ما وصلوا لمرحلة العملية إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق سن القوانين والأنظمة والتشريعات. بمعنى الشركة يجب أن يكون هنالك إطار واضح في موضوع المسؤولية الاجتماعية. نادر حقيقة أن نجد أن هنالك إدارات مستقلة تعنى ببرامج المسؤولية الاجتماعية داخل الشركة، نادر، إلا الشركات الكبيرة. حتى وإن دخلت في أعماق هذه الإدارة ستجد أنها المفترض تكون إدارة مستقلة ولا تتبع مثل العلاقات العامة في الشركات. ما هو واضح لنا في أكثرية الشركات ما هي إلا تابعة للعلاقات العامة. من المفترض بما أنها أصبحت من الوظائف المهمة، من المفترض أن يكون هناك إدارة مستقلة في داخل الشركة. طبعا المسؤولية الاجتماعية محطوة مع علاقات، لأن لها علاقة بالصورة الذهنية للمنظمات دخولها في مجال يعني المسؤولية الاجتماعية. صحيح، يمكن هذا المبرر، لكن أنت تميل لمسألة أنه تفرد لها وتكون في الهيكل إدارة مستقلة. إدارة مستقلة تعنى ببرامج المسؤولية الاجتماعية. يعني حتى في بعض الشركات على فكرة تهتم بالمسؤولية الاجتماعية. لماذا؟ لأنها تراها وجه آخر للتسويق. تراها وجه آخر للتسويق، بمعنى عندما تعلن الشركة أنها قامت ببعض البرامج الاجتماعية ما هو إلا وجه آخر لتسويق، وهي بالتالي تريد أن ماذا؟ أن تخرج نفسها وتظهر نفسها من هذا الموضوع. ما أريد قوله والوصول له حقيقة في هذا الموضوع أننا يجب أن يكون هنالك قانون وتشريع يلزم الشركات في موضوع المسؤولية الاجتماعية. البنوك على سبيل المثال، وأن ذكرت موضوع مثل ذا البنوك، يعني نرى أن ريعها بالمليارات. إذا أتيت لدى أي بنك وسألت عن دوره في المسؤولية الاجتماعية سيذكر أن هنالك إدارات مستقلة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية، ولكن ما هو دورها؟ ماذا تقوم؟ وش البرامج اللي قدمتها؟ هنا يأتي عملية الأخذ والعطاء، لن تجد هنالك إجابة واضحة في موضوع المسؤولية الاجتماعية. طيب دكتور مشهور، يعني خلينا نتكلم عن حاجتنا إلى مشاريع في المسؤولية الاجتماعية ذات تنمية مستدامة. يعني مفهوم أنه التبرع مثلا يعني المحتاجين فقط وموضوع له أثر يعني في وقته، لكن ما له علاقة بالرعوية أو الاستدامة. يعني البعض يسأل مثلا الشركات القطاع الخاص اللي قاعدة تأخذ مثلا عقود من الحكومة بالمليارات، ليش ما تلزمها الحكومة أنها تقدم شيء للمسؤولية الاجتماعية؟ والبعض يتحدث ليش ما يكون له قليل أدوار هالشركات الكبيرة. مثلا ما شفنا مثلا الشركات الكبيرة بنت دور الأيتام، تشوف أن هذه المسؤولية هي مسؤولية الدولة مش مسؤوليتنا، وبالتالي يكون في إحجام أو ضعف إقبال على مثل المشاريع ذات الأثر المستدام. إيش رأيك؟ جميل خالد. إحنا لو نبدأ بعملية التنمية المستدامة، إيش معناها؟ طبعا هذا المفهوم يرتبط بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، هي تحقيق رغبات وتطلعات العملاء بدون التأثير على الأجيال المستقبلية أو الأجيال القادمة، من النواحي المجتمع، ناحية اقتصادية، ناحية بيئية. يعني أنت تحقق أرباح اليوم بس ما يكون على حساب إيش الأجيال القادمة. أنت الآن يعني تأثر على البيئة وفي سبيل تحقيق أرباح عالية، لكن مو على سبيل البيئة، وهذا برضو راح يضر بالأجيال القادمة. فالتنمية المستدامة مطلوبة وظاهرة عالمية، وحنا جزء من العالم لازم أن عملية تدخل الحكومة فعلا، هذا من مثال اللي هو نظام المشتريات مثلا، دور الحكومة تسهيل، ممكن تخفي حوافز، تخفي مثلا ثمن ضرائب، جوائز مثلا، تأييد زي ما قلت الشركات اللي أحط معايير معينة، الشركات اللي عندها برامج يعني فعلا برامج مسؤولية اجتماعية فعلا ذات شفافية وصادقة، حاول أنه يعني يكون لها دور أكبر في عملية المشتريات الحكومية. في طرق كثيرة الحكومة، يعني الدور الحكومي مهم، ولو برضه يتم إنشاء جهة
أو هيئة تتولى إدارة هذه العملية. ليش؟ جهة حكومية طبعا، لأنه القطاع الخاص عندنا نمع، يعني إحنا ما هو زي زمان كنا دولة رفاه، الحكومة تقوم كل شيء توفير الخدمات الاجتماعية. الآن خاصة متوجهين للخصخصة بعد حنا. نعم، والاقتصاد الخاص نمى بشكل كبير، الآن يشكل 58% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. اقتصاد قوي اللي هو القطاع الخاص. جميل. فهنا يعني حتى منه لابد التفكير في إنشاء هيئة تتولى إيش؟ تشريعات الأنظمة في سياسات والأنظمة في متعلق بالمسؤولية الاجتماعية. جميل. طيب. راح يكون المردود كبير. طب أنا وقتي على وشك، لكن خلني أسألكم سؤال. أسألك بندرين، أنت ما تشوف عندنا ضعف في المتخصصين في المسؤولية الاجتماعية؟ بدليل إنه بعض الشركات لقى اللي ماسك المسؤولية الاجتماعية ما له علاقة بالمسؤولية الاجتماعية، أو إنه ربما يعني لم يهيئ، أو لم مثلا يكون عنده مؤهلات أو دورات تدريبية تتعلق بفهمه للمسؤولية الاجتماعية. فنشوف إنه عندنا ندرة في المتخصصين في المسؤولية الاجتماعية في الشركات. أكيد كتخصص. والحل؟ المسؤولية الاجتماعية نادرة، والسبب في ذلك مخرجات الجامعات. نادر أن تجد شخص يعني في أشخاص متخصصين خدمة مجتمع. طبعا في فرق بين خدمة مجتمع ومسؤولية اجتماعية. على فكرة خدمة المجتمع يمكن تعنى كثير بالقطاع الحكومي، ولكن هنا المسؤولية الاجتماعية لب وأصل وجوهر المسؤولية الاجتماعية ينطلق من الشركات، من قطاع الشركات، القطاع الخاص. جميل. هنالك يعني في بعض الدورات التدريبية التي تعطى لبعض الأشخاص المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية، ولكن لم تصل ولم ترقى لدرجة الفهم والاستيعاب والنوليدج اللي في داخل المسؤولية الاجتماعية. طبعا الوطن العربي ما في ناس متخصصين، أستطيع أن أقول ذلك، متخصصين في المسؤولية الاجتماعية. وأنا أقول متخصصين بمعنى الكواليفيكيشن، يعني الشهادات العليا وشهادات الشهادات الجامعية، متخصصة في المسؤولية الاجتماعية ما في. ما نحتاج حقيقة أن أيضا المواد الدراسية والمواد الأكاديمية ما راح تجد أيضا مادة أكاديمية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية. حتى في الدراسات العليا نادر ما تجد أيضا شيء في المسؤولية الاجتماعية. ما نحتاج حقيقة أن يكون هنالك شيء أو مادة أو منهج أكاديمي يعطي بريف أو انترودكشن على موضوع المسؤولية الاجتماعية، ثم بعد ذلك يستطيع الطالب أنه والله في التطبيق أن يبحر أكثر وأكثر في موضوع المسؤولية الاجتماعية. جميل. طيب دكتور، أخيرا وقتنا احنا داهمنا، لكن أخيرا أسألك مفهوم ثقافة المسؤولية الاجتماعية. نحتاج أن نكثف جهدنا أكثر. كويس أن سوينا ملتقى، سويت ملتقى وفي أكثر ملتقى قاعد يقام، لكن كيف يمكن يكون في ثقافة وعي أو معرفة بأساسيات العمل المؤسسي للمسؤولية الاجتماعية عندنا في المجتمع؟ زي ما تفضلت خالد وتفضل الدكتور بندر، أنه فعلا ثقافتنا يعني لسه، يعني قلناها في البداية أنه فعلا ما في ثقافة تؤكد أنه هذه صارت وظيفة أساسية للشركة. وزي ما تفضلت أنه صارت يعني مهمة المسؤولية جزء من العلاقات العامة، لأنه تنظر لها الشركة للأسف كسمعة ودعاية، وأن نقوم ببرامج يعني لو أنه فعلا تدرك أنه كوظيفة مهمة وأساسية راح فعلا تخصص لها إدارة. المنتديات لا شك والملتقيات ودخول المواد وبرامج المسؤولية الاجتماعية لكليات إدارة الأعمال لا شك أنها مدخل، واهتمام الإعلام برضه لا شك أنه قادر على تغيير هذه الثقافة. شكرا دكتور مشهور العمري الأكاديمي والبحث المسؤولية الاجتماعية. شكرا كذلك للدكتور بدر الحارثي الأكاديمي المختص في المسؤولية الاجتماعية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل لنعود.